واخيرا نحن موعدكم مع كوكينج وشيف جد معي اليوم. عندنا كولد ريسيبي اليوم، بدنا نحشي الانديف مع دجاج وتفاح وافوكا وخلطه جديده. خلصت الحلقه سبا؟ انت منيحه؟ لا اعطيتهم ملخص تشهيهم تيحضروا. ملخص وجيز. ايه طيب لكن مثل ما كنت عم تقول الروسات هي الباز تبع الدجاج. هون صدر الدجاج منقوع قبل بوقت مع حبق مع رومران مع حامض مع زيت زيتون لونه اخضر مبين ومطبوخ ومسقع. رح نكون بقلب الروسات فيها تفاح، فيها افوكا، فيها دراي توميتو، فيها حبق، فيها نعنع، فيها جينجر، فيها كذا شغله. اذا بتلاحظي فيها كثير انجريدينتس بس هول كلهم للخلطه. أوكي. فنحن رح نبلش ديركت. هلا نحن عم نشتغل بنقول شو عم نحط بقلبها. انا هون فرمت البندوره دراي توميتو، فرمت الحبق، فرمت النعنع. رح ناخذهم كلهم طازه مزبوط. ناخذهم ديركت هيك نحطهم. هيدي الدجاجه، هيدا الدجاج. رح اخذ الدجاج بلش افرمه انا. اوكي رح ناخذها. كيف طبختوا بالفرن؟ مش وهي عادي بالفرن اكيد. انا رح بلش افرم دجاج كوبات شوي كبيره. الروسات اليوم اذا بدك صيفيه شوي بما انه رجع الصيف عم نواكبه نحن. ايه يعني روسات فريش وهيك غريبه شوي. يعني مش سلطة وكأنتري يعني أنتري إذا بديك، لأن رح نرجع نعبيها بقلب الـ الانديف. تعرفي شو إذا بتقشري بس تفاحة وبتعطيني إياها فأرجع أفرمها معهم. تفاح طعمة التفاح بقلب السلاد الدجاج كتير طيبة بتطلع هيك سويت. رح نرجع نبرش لها شوية الجينجر ستيفاني. رح نحط لها شوية موتارد الانسيان، ورح نحط لها موتارد عادي امريكان. رح اخذ انا بعد شقفة صغيرة دجاج مش كلها هي هيك. اذا بدك نص كيف طلعت عم زي بقتيها تزيبو هي شفت كيف فرتشقفه. هيدي التفاحه منين هلا بيوصل دوره. مثل ما كنا عم نقول رح نحط لها برش حامض كمان. اكيد رح نحط لها بيلبق مع الدجاج جينجر. في شيء بقى بدنا نفرمه هيك لنغير البلاتو غير السكين. بعد بدنا نفرم افوكا. انا مقشرها قبل الهواء وحطيت لها شويه حامض تما يغير لونها. رح ناخذ التفاحه. خلينا نشيل البزر بعدها معك سكين صغير. كمان الأفوكا بده يكون ما كتير مستوي على الآخر وبنفس الوقت أكيد يعني بده يكون بينقص. ناخذ بعد هاي كان أفوكا كمان خلص. بعد بدنا نفرم شوية تفاح. التفاح بيعطيها للروساتيك قرشة حلوة. قرشة وطعمة. وطعمة السويتنس اللي فيه. هلا هون المشاهدين اذا عبالهم انجريدينز ما حابينه فيهم يشيلوه اكيد الخلطه، بس الاساس هو الدجاج والافوكا
والصوص هلا اللي رح نعملها ديراك مش يعني صوص، اذا بدك هي الخلطة تبعيتها المزيج تبعها. ناخذ بعد هاي ونفرمهم هيك. اوكي نحط هاي بليها خلص سوا بس ما تطلع كثير فيها تفاح. نحط هنا كمية افوكا منيحة. هلا رح نغسل ايدينا، رح نبرش الجنجر، رح نحط الموتارد. كريم تشيز، موتارد الانسيان، موتارد عادي، مايونيز. رح نحط نص ملعقة على كل هالكمية، يعني بالنهاية الكمية اللي واحد رح ياكلها كثير قليلة رح تكون، بس هيك لتلقطها للخلطة. وكريم تشيز. رح اخذ حبة الجنجر. تبرش. رح نبرشها دغري. هيدي شوف هيدا باسيون. هلا رح نعمل فيه هيك شوية باشن فروت. إذا بدك الجنجر بيعطيها هيك طعم اكزوتيك لل صح للخلطة. حطينا بشحاموت. هلا يلا اوكي برش حامض. نحن رح نبلش نخلط ونبلش نعبي. هلا اذا حسيناها شوي ناشفة هي ناشفة بنزيد لها. انا رح شيل هول الاغراض لنقدر نشتغل بزجاج السلام. باشن فروت هلا بدنا نحطها؟ بدي احط ملعقة صغيرة منها بقلبها. ايه بزيتي تعطيها هيك طعمة اسيد بقلبها. شو جات شو بدك تزيد؟ ايه رح زد لها بعد. زد لها يلا. بس بعد في ملح وبهار ما حطيناه. مبدئيا هيدي هي كما شئت. صح ملح هديك. ملح ما حطينا ابدا. يلا رح اخذ الانديف انا هلا مندوقها بس تخلصي خلط. كيف فينا نعرف اذا الانديف مره؟ وفي طريقه نشيل المروره من الانديف؟ الانديف اذا بده يضل ني ما في طريقه، يعني ما في إذا طريقه. هلا بالطبخ احنا مره عملنا يمكن رسات مطبوخه. الطبخ ما بتعود المرورة بتخف، بتروح. يعني بتخف إذا بدك 50% بس ما بتروح كمان. أنا هون عم بورقهم. هيك بدنا نحشيهم. هلا بكون أنا ورقتهم عندي هون جاط. هلا بنصف الوراق كلهم بقلبهم هيك. إيه بس خلينا ندوق بلكي بدها ملح أو بهار بقتيها. لا يلا أنا وياك. مبدئيا ما بدها شيء. تكبها هي مش كبها حتى بالمجرى عن جد. لونها الخلطه والتكستور تبعها. نحطهم هيك. خليني احط لك بارتي حدي. يلا هيني وطيبه. طيبه كثير يعني طعمة التفاح مبينة، الافوكا والجنجر. ليلي ما بحب الدجاج مثلا، انا بيي ما بياكل دجاج. هلا هون فينا نعملها مع ريديس. ريديس كان بدي اسالك. ريديس كمان نفس الطريقة مطبوخ او كراب؟ كراب كمان مطبوخ ومفروم. زي اكزوتيك يعني. انا عم بعبيهم اكثر. يلا خفف ما بيأثر قوي. هي إذا بدك تطلع كدشتين يعني.
بتعرفي شو هتلا نحط ديركت بالصحون شو رايك للتيستينج ايه هيك فرد مره بنعمل تيستينج يلا نعمل اذا بدك برزنتيشن بصحون صغيره منبلش ناكل يعني اذا في 3 مينتس شو صارت كاتيا مو ما فيني ادق بلا كاتيا هون بس بدها شوي وقت بس شي غلط something is missing somebody is missing اهلين هاي هاي كاتيا هيدي محل السلاد يعني او هيدي انتري انتري فواد اليوم قصتنا سريعه بتعرفي شو رح حط هيك شوية سلاد ستيفاني كمان حط شو رأيك؟ هيك كمل الصحن أكثر وهيك ثانك يو هيدي كيف تاكلي تبولة مع الخس؟ هيك؟ ايه على تبولة هي على تبولة هي استنعتيها شوكة لكاتيا كاتيا دوقي لنا لنشوف شو؟ مهضومة فيها موتارد؟ فيها موتارد الانسيان، فيها افوكا، فيها جينجر فيها نعنع، فيها حبق، فيها درايد توميتو، فيها تفاح طيب شو الغلط اللي اكلناه هيك؟ في غلط؟ كثير طيبة طعم التفاح طعم الجينجر مبينة طيبة بنحطلها برش اورنج كمان فيري نايس واحد بشكل اوقات خفيفة نظيفة مش كثير خفيفة يمكن يعني كاتيا بكل الخلطة فيها يمكن شي ملعقة ونص مايونيز كلها هي ايه فينا نحطها لايت فينا نحط مايونيز لايت اذا بدنا فيري نايس سي تري بون يعني طعمتها شوي جديدة إذا جديدة بديك. صح وفيها باشن فروت كمان فيها جينجر فيها برش حامض فريش و اكزوتيك بتحسيها وملمس الافوكا طيب مع الدجاج اذا بدك اعطيها هيك دسام شوي للروسات ثانك يو جاد نرجع نشوفك نيكست ويك اكيد جمعة الجاي صحتين كاتيا أنا بودعكم مشاهدينا برجع بشوفكم بكرة على راد ما تنسوا البسمة عوجنكم بكرة